كيفية العلاقة الزوجية، ما عليك إلا أن تنظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يفعل كمثل ما نسمعه في المحاكم أو في المسائل التي ترد من وقوع الطلاق أو الخلاف أو الخصام أو الفرقة، لأنها كانت تعتني بالنظر إلى هذه المسلسلات فتغار وتريد أن يكون زوجها كمثل ذلك الممثل، وتقول يا ليت هو ذاك زوجي، أو هو يصل الأمر به يقارن زوجته بتلك الفاشلات اللاتي اتخذهن أنموذجا للمرأة الصالحة والمربية والخيرة، يعني ينظر كذلك، ولعله ممكن يتقرب إلى الله، يتقرب إلى الله كما سمعنا. يقول لك لماذا هذا؟ قال يقول أنا وحدي سامعت ابنه. ليش؟ قال جالس يدعو يا الله يكون ما يصفعها، يعني في المسلسل مثلا أو الفيلم يريد أن يصفعها وانقطع المسلسل، غدا إن شاء الله نكمل، هو يبدأ يدعو طول الليل بعد صلوات يا رب يا الله، يدخل أبوها ولا أخوها ولا شيء ما يصفعها. للأسف يعني وصل به الأمر من السذاجة أنه يتقرب إلى الله بالغفلة والنسيان. وممكن يعني إمكان صغار، يعني نقول صغار يشوفوا كابتن ماجد وتشات الكورة من تو إلى يومين بعدها في الدرب، وندعو يا الله يا الله يجي هوى وتروح على اليسار. وهذا كان من ضمن المطلوب، أن ينحرف الناس حتى في تصورهم ودعائهم، يدعون الله فيما لا فائدة منه ولا يعود لهم بالنفع. يا رب يا الله يطيح يتكفر الطريق، ويا الله إنها يعني بالدارجة أن تنفجر وأن تنفتق الكرة هكذا. للأسف فإذا بهم وصلوا إلى أن يتعبد الناس، يتعبدون ربهم بالغفلة، يتقربون يتقرب إلى الله يا رب يا الله، ويدعو هي تدعو إن زوجها ما يكشفها إنها خائنة، هذه الممثلة خانت زوجها وهي تدعو يا الله يكون يا الله بالستر الله يسترها، فهمت؟ فيتقربون بالمعصية. هذا للأسف، ولذلك تحدث النزاعات في أن يتمنى بعضهم ما نظر إلى هؤلاء، أو ما يقع أيضا في المؤسسات والعمل والخلطة، هي عاشرت زوجها أي ساكنته عايشته، ولكن ترى زميلها الذي في العمل المترتب، صادق ما يمكن يترتب 24 ساعة في البيت، فترى أن هذا هو الأنموذج، هذا الزوج المناسب، ما هذاك اللي بفالين وزار في البيت، ويرى وترى هي أيضا الزوج. هذا واقع للأسف، فيما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وترى هي ويراه أيضا الزوجة تلك المرأة التي جاءت بعطرها وهندامها ومكياجها، ويقارنها التي جاءت في العمل التي قد تكون هي ألسع من زوجته مع زوجها، فيراها هي الأفضل مقارنة مع زوجته، وتبدأ الخصومة والفرقة بأنهم وقعوا فيما نهى الله عنه، ولذلك تقع المفسدة والعياذ بالله.